تغريدة أولى في ثوان تتبعها عشرات الإعادة من حسابات مجهولة تنشط في نشر ما يكتبه آخرون مجهولون أيضاً لجعله وكأنه رأي عام من خلال مضاعفة الردود في اتجاه سلاحه التوجيه عبر ملعب افتراضي يدار خلف شاشة حاسوب أو هاتف أو حتى مراكز متخصصة أحياناً. الحسابات الوهمية عبارة عن برمجيات ذكية جداً يطلق عليها مصطلح البوتس. في آخر التقارير اللي صدرت عالمياً واللي أيضاً تحدث عنها تويتر كمنصة رسمية تحدثوا عن أنه واحدة الشركات قامت بإنشاء 3.5 مليون حساب وهمي تحمل مسميات وصور رمزية بأسماء أشخاص حقيقيين، في المقابل هي عبارة عن حسابات وهمية تعمل لصالح أمر معين. تضج وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الحسابات التي تنشط في أوقات وتخمد في أوقات أخرى بمآرب تختفي خلف عباءة أسماء وصور لشخصيات معروفة أو مزورة أحياناً تهدف إلى التأثير على الرأي العام في العديد من القضايا المتداولة مجتمعياً. تنشط هذه الحسابات في الوسوم أو في الهاشتاجز اللي تمثل الرأي العام أو تتحدث عن قضية معينة اجتماعية أو حتى حكومية أو سياسية بطريقة أو حتى يعني مسألة اجتماعية تخص المجتمع أو تأثر على المجتمع وعلى المستخدمين بشكل عام. تنشط هذه الحسابات من خلال إغراق هذه الوسوم أو إغراق هذه الهاشتاجات ترفعها للترند وغالبا ما تكون عدائية أو فيها تحمل أفكار تتنافى مع الجوانب الأخلاقية والجوانب المهنية أو حتى مع الجوانب التوجهات الوطنية أو حتى التوجهات السياسية لبلدنا. تبرز ظاهرة تصدر بعض المواضيع المجتمعية بشكل غامض فيما يعرف بالترند والذي اعتبره مختصون في التواصل الاجتماعي بأنه يتداخل في بعض الأحيان مع أعمال مبرمجة تعمل عليها أياد خفية. هذه الحسابات تستخدم لتوجيه الرأي العام يا إما أنه بطريقة بعيدة عن الموضوع وتشوه الموضوع ولب الموضوع في أساسه أو تتوجه بطريقة أنها تخلق إشكالية وتوجه الموضوع لأنه يتحول لمسألة فيها عدائية فيها إشكاليات سواء مهنية أو أخلاقية. لذلك يجب الحذر كل الحذر من هذا الجانب لأن كل ما أنشأنا هاشتاج في قضية وطنية أو في قضية تعالج أو تناقش فعلا مسألة مهمة جدا راح نلاحظ أنه عدد الحسابات الغير حقيقية واللي تحمل بنسبة كبيرة أسماء عمانية تنشط في هذا الحساب وتتناقل نفس التغريدة بالحرف وبنفس الأرقام ونفس الأعداد وحتى أحيانا نفس الصور ولذلك تضاف أيضا بعض الأحيان روابط داخل هذه التغريدات. ثورة التكنولوجيا الحديثة التي أنتجت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل عالما واسعا اختفت معه الحدود وبدأ مؤخرا القائمون على بعض هذه التطبيقات الانتباه إلى خطورتها مع ظهور ما يسمى الجيوش الإلكترونية الأمر الذي دعاهم إلى اتخاذ خطوات لوقف تمدده ومنها تلك التي ينتظر أن يفعلها تطبيق تويتر والمتعلقة بالحسابات ذات التغريد الآلي. فهل ستؤدي حقا هذه الخطوات إلى إيجاد نقلة جديدة في نظافة مواقع التواصل الاجتماعي؟